انتوا مع برنامج كلنا نفوز الليله، وفعلا كلنا رح نفوز الليله. تبعتوا اس ام اس حتفوزوا، تشاركوا معنا حتفوزوا. طبعا الشباب اذا لاحظتوا في 11 واحد فرزوا وضل خليفه لحاله جاوب، والجائزه هي لهلا 50,000 ريال. اذا ما جاوب خليفه بيصير عنده بلاك اوت، فبالتالي حيرجعوا كلهم يرجعوا هلا. ها ها، تغيرت الموسيقى وتغيرت الاضاءه، معناته عنا سؤال الحلم. سؤال الحلم بيربح قديش؟ 5,000 ريال، 2,500 للمشترك، و2,500 بيزيدوا على الجائزه من ال 50,000 بتصير 52,500. بنقول الو. الو. الو مرحبا. انا اخوي مصطفى. والله اللهجه جزائريه. سي مصطفى. الو. 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 انا اخوك مفرح من السعوديه. الاخ شو؟ مفرح من السعوديه. مفرح من السعوديه، والنعم والنعم. انا معناته سمعت غلط والله. مصطفى، اول شيء احب ابارك الشهر والجميع، وشكرا للبيتي على برامجها الرائعه. حبيبنا والله حبيبنا. وين بالسعوديه؟ باي مدينه؟ جده. جده. جده غير اتحادي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. وضعكم صعب الايام ها؟ اي والله. الله يعين. اي والله اي والله. دحين راح اسالك سؤال حتربح فيه 2500 ريال، ان جاوبت وان ما جاوبت. لا والله ما جاوبت بس حساعدك، ماشي؟ اوكي. اسمع، لما بيحكوا قصص تبع الاطفال في اخر شيء بيقولوا عباره، هل هي بيوت وابيات، اشعار وبنات، ولا سبات ونبات؟ سبات ونبات. معك 10 ثواني. شو صعبة؟ ما هن ثلاثة، بيوت وأبيات وأشعار وبنات، انساهن التنتين، وفي سبات وبنات. شو بدك؟ ألو. أيوة. إيه أيوة. قول دحين. جاوب الجواب ثاني. أي واحد؟ سبات ونبات. سبات ونبات. ألو. صوتك وليش ليش 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 عندك التليفون هيك بيقطع يا حبيبي؟ مفرح، مبروك عليك 2500 ريال، ثبات ونبات صح. وانت اخذت 2500 وعطيت الشباب اللي قاعدين هون كمان 2500، ورح نكمل الاسئله. قلت بذكركم اذا خليفه ما جاوب الاخرين كلهم حيصير بلاك اوت ويرجعوا من جديد. يلا.